بص يا وليد، اتفضل 1000 جنيه. ربنا يوسع رزقك يا ريحة حبيبتي يا عين رب. الله، حبيبتي تسلمي لي يا رب. وأحلى 1000 جنيه. إيه الحاجة يا وليد؟ إيه؟ دي حاجة ساعة. مش عارف الحاجة بتمشي من هنا ولا إيه؟ الظهر بتاع التليفون ده فين؟ الدور يا وليد عندك هنا. المهم أنت البورد عملتها ولا لأ؟ يا عم بوردة، أنت شايف شكل التليفون أصلا عامل إزاي؟ على رأيك. السلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا اساتذه؟ انا بعمل برفانات وشركه معروفه قوي، بعمل تركيبات هنا. بص الريحه جيت بوقتك، والله جيت بواحد. لا حضرتك ما تتكلمش معايا الا لما تجرب الاول الريحه. هتجرب البص؟ اتفضل حضرتك. احنا بنمشي في الشارع نتقابلوا بعد بتوع البرفانات. انت يا اخي ايه يا اخي بجد؟ الله ينور. ايه رايك في رقه شممها لصاحبك؟ اتصدق الريحه حلوه. ده الريحة هتفضل ثابتة في المحل هنا 4 5 أيام. أنت عارف 4 5 أيام؟ أه طبعًا. أنت عارف أنا ما بعرفش في الحاجات دي، في شغلتك أنت دي. أنا بعشق البرفانات وأنت عارف. لا وخدوا بقى الجديدة. في عرض. يعني الاتنين دول مع بعض كده ب 200 جنيه بدل 250، ولو أخدت ثلاثة مع بعض هحاسبهم لك يا عم ب 500 بدل 600. إيه رأيك؟ طب حلو والله. بس عرض لوحدك أنت ب 500 وعرض لوحدك أنت ب 500. يعني والله يعني 2000. أنتوا الاتنين العرضين مش مع بعض، مش في عرض واحد؟ لا في عرض واحد يبقى هاخد 600 زي ما هو، لما لو خدتوا عرضين هاخدهم يا عم ب 1000 بدل 1200. بقول لك إيه؟ اتفضل. الله يعمل لك العرض. يعني أعمل لكم التركيبة هنا؟ يا عم أنا ما معيش فلوس تكمل أنا. يا عم عيب عليك، أنا هبتاع لك ونبقى ناخدهم منك. بس بالله عليك أهم حاجة الريحة تكون ثابتة. ها؟ الريحة هتفضل ثابتة في هدومك بعد الغسيل وقبل الغسيل كمان، وبكرة تقول كلامي صح. خلاص. طب ماشي خلاص، انا هقعد هنا حضراتكم وهعمل. مش مشكله ماشي. انا لقيت ظهر التليفون على فكره اهو. تمام. بس عايز اقول لك خلي بالك الريحه دي انا ما اعرفش فيها حاجه. يا عم عيب عليك، ده برفان جامد، انت لو خدت منه ورشيت منه وانت ماشي في الشارع الناس كده هيجوا. انت عارف انا باخد بكلامك. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزك تشوف لي التليفون، بس عايز اشوف دي سكرين ولا شاشه عشان يا واني يا وليد يا واني. علشان اختي بس خدته تغير لي شاشه، فمش عارفه حاطط سكرين ولا لا. انا نسيت اسالها، معلش شوفها لي لو سمحت. طب ثواني معلش. تمام. بص يا وليد، التليفون ده بيقول عايز شاشه او سكرين. ما تشوف انت يا احمد، انا معايا شغل يا احمد، ما تشوف انت. طب سيبه على مهله على مهله. ما انت تعرف الدنيا فيها ايه. ده ايه ده؟ دي شاشه على فكره. شاشة؟ اه دي شاشة دي. يا عم لا ده سكرين ده. يا عم لا دي شاشة يا عم. انا خلصت حضراتكم اللي انتوا عايزينه. طب ممكن لحظة بس نشوف التليفون؟ لا انا عشان عايز امشي معلش، عشان خلصها هي الاول، انا مستنية ورايا شغل كتير. اتفضلي. كده عاملة لكم العرضين كده، عايزة 1000 جنيه. بس في شرط، الشنطة دي ما تنفتحش الا بعد 3 4 ايام كده، تحطوهم في التلاجة وهتشموا ريحة. ليه حضرتك طيب؟ ايوه يا عم انا اسمع ان بقول لك الريحة لازم تبقى تحطها. ايوه دي معلومة علمية يعني، عشان يبقى في تركيز في البرفكت. عشان الزبونة، والزبون دايما على حق يعني. شوف بقى الزبونة حضرتك. لا حتى الشنطة شكلها حلو. لا ده اهم حاجة عندنا برضو الشكليات حضرتك. اتفضل 1000 جنيه. ربنا يوسع رزقك يا حبيبتي يا رب. حبيبتي تسلمي لي يا رب. واحلى 1000 جنيه. طب ما تشوفي نفعيها لو انا بس اشوف موضوع التليفون مع حضرتك. لا انا معايا رجالي بس حضرتك معيش حريم. تمام. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبيبتي، ربنا يسهل حالك يا رب. طب قلت حضرتك انت هتسيبي بس التليفون كده لحد بالليل او بكره؟ تمام هعرف اللي هو عايز يشتريه. لا 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 بص، طب انا هجي لك وقت تاني عشان انا دلوقتي عندي مشوار. ماشي هجي لك بكره ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله يريحك، احنا اساسا مش عارفين نخلص اللي عندنا لما هنجيب تليفونات تاني. انا عارف. دي حته حلوه خلي بالك. بقول لك ايه؟ هو انا لسه هنقعد 3 ايام رومين لما البتاع يعمل؟ يا عم عشان الريحه ما تبص يا عم. بقول لك ايه؟ انا من ساعه ما رشت البرفان هنا والبرفان جامد. ماشي، ما هو ده قاعد. عايز احط. ما هو ده قاعد فتره برضه يا احمد. بقول لك ايه؟ طلع الجزازه بتاعته وريح. افتح ازازتك انت بقى وسيب ازازه تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحاجة ولا ايه؟ ايه؟ دي حاجة ساعة. يعني ده بتفور على ايدي؟ يا نهار اسوح. ايه ده يا احمد؟ ده حاجة ساعة صحيح. ده طلع حرامية وانا الطبيب. يا نهار اسوح. بعد فين؟ كويس بقى طلعنا من وراكي ب 1000 جنيه. يا سلام.
نعم حته نصبايا. ايه رايك لقيتهم لك في التليفون؟ لا هاتيهم في التليفون وما خليتهمش ياخدوا بالهم وانا بعب لهم من الحاجه الساقعه. انا مش عارفه الحاجه الساقعه. يلا بينا عشان نروح نضحكوا على ناس هبله ثانيه. يلا بينا البابلي شربوها. ايه يا احمد؟ هي خبير في البرفانات انت ها؟ خبير في حلام هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه يا وليد؟ هعمل ايه؟ انضحك علينا. وقعدت تقول لي دي شغلتي؟ دي مش عارف ايه؟ اتفضل يا عم. ما كنتش اعرف يا وليد، انا اول مره اتعامل مع واحده ماشيه في الشارع. الموضوع كله اللي هي واحده ماشيه واكيد بتاكل عيش يا عم، فعشان كده قلنا نجبره بخاطرها وننفعوها. عيش في حاجه ساقعه يا احمد؟ يا ترى بقى حاطه لنا حاجه ساقعه دايت ولا عاديه؟ استفادت ايه يا وليد لما هي ضحكت علينا؟ استفادت ايه؟ ما تعرفش اللي هي كده هتدخل فلوس حرام على عيالها في بيتها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني البني ادم بيستغل النصب بحجه البيع والشراء؟ يبيعوا ويشتروا وعشان ينصبهم؟ شوف وصلت لحد فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم وليد طلع النبي، انا من هنا ورايح اتعلمت الادب وانجراس. انا معاش هنتعامل مع اي حد تاني ايا كان، لو هو هدومه متقطعه انا مش هنتعامل معاه الا لما نطمن على حسه ونتاكد. قلت لك قبل كده يا احمد في اماكن مخصصه للحاجات ديت تشتروها، مش اي حد كده يصعب عليك. اهو سبحان الله، يعني واحده زي دي بنت واستغلت ان هي بتاكل عيش وراحت تنصب على الناس على حسن نياتنا وتدخل جينا حرام؟ يا عم ماشي، بس واحده زي دي كده شككتنا في الناس كلها. يعني انت لو دخل عليك واحد دلوقتي حتى بيقول لك لله مش هتديله. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. وانا ننصح اي حد يشتري من اي حد في الشارع يخلي باله من نفسه الاول ويطمن على حاله، ان كان اونلاين او غير اونلاين. من الاخر يا عم وليد، ده اللي انا نعرفه. احنا باللي احنا خدناه ده اهوت ونضحك علينا، بعد كده هنخلي بالنا من نفسنا. حسب الله ونعم الوكيل. انا هروح نجيب حاجه نشربها كده ولا حاجه ناكلها ونروق على نفسنا. ماشي يا عم ماشي، بقت حاجه دايت بس عشان الحاجه الساقعه دي. ماشي يا ليه. احنا على طول بنضحك علينا عشان احنا غلابه وعلى نياتنا. شيلها حرز. ها خليها انا اهو نفكر اللي احنا نضحك علينا. خليها. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص الشغل بتاع الناس لحد ما نيجي. حاضر يا احمد. يعني الناس بتستغل الطيبه بتاعه البني ادمين وتدخل على عيالها جيني حرام بحجه البيع والشراء؟ اهي واحده زي ديت كده خلتنا نكرههم ان احنا نتعاملوا مع اي حد غلبان او غير غلبان، محتاج او غير محتاج. ليه يدخلوا على عيالهم جينا حرام وياكلوا من الحرام؟ ده بياكلوا في بطنهم نار الناس ديت. اللي بياكل حرام ربنا سبحانه وتعالى كده بيقول انما ياكلون في بطونهم نارا. الحمد لله ان احنا اتعلمنا الدرس.